السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هيكم يا شباب وبنات، حياكم الله جميع. طبعا اليوم قاعد مثل ما انتم شايفين، اليوم عندنا لفة على المزارع. دائما في كل اسبوع، مع تجديد كل اسبوع لازم نلف على المزارع، عندش على الحساب الرئيسي بالاول، بعدين الحسابات الرئيسية الثانية. طبعا انا بحسابي الرئيسي هذا في 6 مزارع، داخل 1774 انزين، مملكه الفرسان، تحالف الفرسان. ف يعني لا، اشيك على كل شيء، اشيك على البريد، اشيك على الرسائل، اشيك على الاكو والماكو، نسوي المهمات اليوميه، نوصل المزارع كثر ما نقدر ل 25 على حسب الاجواء وعلى حسب انت شنو محتاج. صراحه المزارع محتاج انت على الاقل تقدير هو فري تو بلاي الى اخره، وخاصه اذا كنت انت حاميه بالتحالف، فانت محتاج انك تعزز من حاميتك بشكل وايد كبير لما تفتح لك مزارع كثيره. الناس اللي معتزله تحاول تسال، تبي الحساب ما تبي الحساب، من هالكلام هذا انتم فاهمينه. دائما وابدا تاخذ الحسابات التعزيز بشكل كبير، على اساس ان الكبكيات الكبيره اجباري عليك ان انت تكون يعني معزز من ناحيه الحاميه، معزز من ناحيه الميدان. انت فري تو بلاي محتاج مزارع اكثر على اساس ميدانك، تدري ان لابد ان التسريعات تكون موجوده، لازم تسحب الصناديق الموجوده بالتحالف، لازم تفر على مزرعه في كل اسبوع. صراحه شيء مرهق، انا اقول لك ما هو شيء مو مرهق، لكن فعليا هو كل اسبوع مثل ما انت شايف قاعد افتر، وراح افتر على كل واحد. طبعا هني انا عندي ما هي المشكله اللي تفرق بيني وبينك، يعني 5% ممكن او 6% من مثل حالتي اللي هم الار 5 والار 4. لازم تجدد العلامات في كل يوم، طبعا هذه ما لها شغل، على اساس انه رصيد التحالف، ما رصيد التحالف، تشيك على يعني مثل هالامور، على اساس انه تدخل في الكيبيكي تكون مستعد، تشيك على الانفنتات بحسابك، حسابات الرئيسيه معناها صح، تالي تحول على كل مزرعه وتدش. اول شيء تاخذ الموارد، تبرعات التحالف، تسحب الموارد من الاقليم، الصناديق، تبرعات، تدش على السوق اجباري. اول شيء تسويه تدش على السوق، تسحب الجيش، تطلع جيش جديد، تاخذ الرؤوس، كل حساب، الحسابات الصغيره تحاول كثر ما تقدر انك تطور فيها. يعني هذه الاشياء تساعدك الى مرحله ان حتى لو كنت فري تو بلاي، حتى ولو كنت فري تو بلاي يحتاجونك كل الممالك ولو كانت ممالك مصنفة. السوق أولوياتك أنك تجدده، تأخذ كل شيء فيه، كل شيء فيه بلا استثناء، لأن حتى الصناديق عبارة عن، وحتى النجوم والصناديق تقدر تتبرع فيها، وتم بنفس الوقت ما عجبتك المملكة تبي تشتري تسريعات، تبي ترفع، تأخذ نقل معنى أصح. والنقل لا تنسى أن النقل هم بعد يعني بيفيدك وقت الكيبكيات، سواء في تسكير زاوية معينة، في تحاول يعني في ثغرة معينة، الحسابات الصغيرة حيل اللي بعدك ما نشأت للتي فور، تسحب الصناديق، تبرع بالتحالف، هذه كل الأشياء هذه بتساعدك أن أنت تكون لاعب مميز، الكل راح يستقطبك من ناحية أنك أنت فري تو بلاي. هذه أهم الشغلات المعينة، تفرع المزارع كلها وتطور فيها. هذا هو باختصار شديد ان هذه اللي انا قاعد اسويه الحين، مع اني انا اشحن وكل كيبيكي من فتح موسم الفتح وانا امكس المعهد، ما طافني كيبيكي الا ممكس المعهد اجباري علي، كونني حاشد اساسي في المملكه وبالتحالف وحاميه الرئيسيه بعد، فاجباري علي اني انا امكس المعهد. لازم تسحب صناديق، تعطيك انت تسريعات، تعطي حق التحالف رصيد، كل من يخدم كل من، هذه شغلات أساسية. والحسابات الصغيرة طبعا ترسل للجمع إذا تبي، والحسابات الصغيرة دائما وأبدا، دائما وأبدا تذكر أن الحسابات الصغيرة هي يعني ترفعها كثر ما تقدر على أساس تطور فيها، توصل للتي فور على أساس تعزز التي فور، وإذا قدرت تفتح التي فايف ما عندك اي مشكله في المزارع، لان في ناس فاتحه التي 5 في المزارع. هذه فعليا اللي انا قاعد اسويه في كل اسبوع، تخيل اني انا اشحن امكس معهد، مع ذلك ارفع
شوف قاع المدينة حاليا كم واصل، وكثر ما عندي اني انا قاعد ارفعه. ما هو السبب اني انا برفع قاع المدينة؟ قاع السبب اني على اساس انقل في الكي بي كي، لانك لا تنسى انت في الكي بي كي 25 لما تدخل موسم الفتح لازم تكون القلعة 25، زائد اذا انت كنت R4 او R5 يا يعني انك تروح تاخذ لك حساب مثلا من واحد على اساس تسلم التحالفات، او ان التحالفات الثانويه طبعا على اساس وقت التعزيز الحصون الاخره لما يكون بحساب واحد يكون يوفر لك بشكل وايد كبير. هذا اللي انا اسويه، وهذه نصيحتي لك انا، هذه نصيحتي لك للمزارع. خذها قاعده اساسيه، اللي قاعد اسويه انا هني الحين قدامك ترى هو فعلا كل اسبوع اللي انا قاعد اسويه. وشكم ان شاء الله على خير، فيديوهات جديده، وسامحونا على القصور. لا تنسى اللايك شير فولو، تابعنا سبسكرايب اذا ما مسوين لك اشتراك في القناة. شوفكم فيديوهات جديدة، وفمان الله.